السلام عليكم، اش اخباركم؟ نتمنى بانكم تكونوا على خير ونلقاكم هذا الفيديو ان شاء الله باحسن الاحوال. اول حاجه كنبغي نشكركم بزاف على تعليقكم الزوينه اللي خليتو ليا في الفيديو اللي فات. بالنسبه شوف بعد انا فين جالسه، راني جالسه غير في الارض كما كنقول لهم كفيه على رجليا. بالنسبه اليوم باغا نسعى، المهم انا زرا كندير اليوم، زرا كندير في ماشي اليوم، يعني مشات عندي واحد 3 ايام ولا يومين بحال هكا. سرا كندير في الميناج الكوزينه، وانا الحاجه الزوينه اللي ولات فيها صح هذه كنت كنجبدها كامله وكنحل فيها، واخا عندي انا الكوزينه غير صغيره بزاف، فشنو مؤخرا وليت كندير بشويه بشويه باش ما تغلبش عليا. كما قلت انا يا الهد انا نوريه لكم، يعني شفتوا غتدخلوا تقولوا شنو هذا الشيء، شوفوا معايا روينه. هنايا حاطه انايا غير طوابع ديال الحلوه وكاع كلشي. فشنو لقيت هادو كيتباعوا في بريكس، بالنسبه للناس اللي كتعيش في ايطاليا لقيتهم انايا في بريكس كيديروا اورو. هما هادو ديال الاحذيه، ديال تنظيم الاحذيه. فانا مخممت ملي شفتهم بحال هكا قلت غنوضم بهم هادو وان شاء الله غادي يجيو زوينين كما تخيلتهم في راسي. ندير لكم كاع الطويبات اللي بغيتو نتوما، المهم الطوابع ماشي اللي بغيتو اللي عندكم. وكتسدوهم وكيبقى وقت اللي كتبغيو كتجبدوها. انا خديت منهم اربعه كما قلت راه اورو ما غاليينش بزاف، تبغيو تنظفيهم تبغيو تنظفو فيه وغاش تخرج كيما قلت تبغيو تنظفو فيهم الاحذيه ديالكم تقدروا ديروهم. على بركه الله نبدا. المهم انا غنفرغ هاد الخريطه كامله. بالنسبه باش كنمسح انا الكوزينه ديالتي كنمسح بها درا كاين في اورو سبين. انا بهذا الابيض كاين فيه جوج انواع، الصفر والابيض، انا كيعجبني هذا. المهم راه قريب يخلص. المهم كما قلت انا ما تخلعوش، ولكن ان شاء الله النتيجه غتكون احسن. المهم ديالها فيها انا كلشي بالحق، هادو المهم كاع داك الدوازين كاملين والحلوه. Yeah.
النتيجه صراحه انا عجبتني. كما قلت انايا ماشي مخلوقين غير باش ننظموا فيهم الاحذيه وكل شيء، حصل لهذيك الاستعمالات. ويمكن ما شفتو درت في طوابع هكا اللي كبار شويه، وهنايا درت فيها هاد القشقش الصغيور. بالنسبه لهاد الثالثه درت فيها كاع هكا الكويطات ديال الحلوه والكولورات. مشوف يديا كي ولاو زيت شي كولورات لقيتهم طايحين. وهنايا درت كاع ديال البلاستيك، طوابع ديال البلاستيك هذا المهم. ولتحت هنا وانا درت غير هادو، وهذا درتهم هنايا غير ديال السيليكون يعني بقات خاويه. جاو على هذا الشكل هكا كما قلت انايا، بقاو زويونين. دابا فما نبغي شي حاجه غنهز هادي غناخذ داكشي اللي باغا، وغتبقى بلا كثره الروينه. حتى داك السوبيرات اللي كنت دايرهم صراحه غير عاديين، ما كانوش عمليين بزاف، فهادو زويونين بزاف. نتمنى بانهم يعجبوكم. المهم كفكره بسيطه وصافي. وبغيت نشارك معكم واحد الحويجات جاوني باروك ديال المغرب، نشارككم معكم. الطويجنات راه مكاينش حتى هما اللي ما كيعرفوش، كنت تبارك الله راه ندير لي ملصقه باش ما يتهرسوش مزيان. شوف ليا صراحه فنين فنين. بس نديرهم كيتحط فيهم كاع كلشي، زبيتينات سلو، المهم كما كنقول حنايا عديد الاستعمال، ولكن المنظر ديالهم غزال فن بزاف بالاخص في هاد اللون هكا. المهم هذا راه كيكونوا فيهم الازرق ويمكن وهاد اللون وشي لون واحد اخر بحال هكا بحال الكري يمكن ولا ابيض. من عجبوني هادو فنين كما قلت، الديكور ديالهم واعر. كيجي الشكل ديالو هاكا. وبالنسبه لهادو بما نغسلهم دابا هاكا، بالنسبه للعساج اللي ضربني للزيتون. كما قلت حتى الزيتون حتى هو راه كيدار فيه الكوفيتير الزبده. المهم قاعد الحويجات بحال هكا، وصراحه المنظر ديالو غزال. تحطهم هكا في الطابله هاد الشكل فنين صراحه، انا عجبوني. كاينين هادو اللي كيكونوا بربعه، وكاينين اللي كيكونوا فيهم سته. المهم انا اربعه جاني ما هادو كافي. تقولوا لي كيفاش جاوكم. المهم انا عجبوني بزاف، قلت غنشارككم معكم هاد الحويجات اللي جاوني كما كنقول حنايا باروك من المغرب. ومنها غنشارك معكم عشيوتي. بالنسبه للعشيوه اللي غندير، المهم داكشي اللي عندي هو اللي غنديره اليوم. عندي هنايا ديك الرومي اللي مغسول بشويه ديال الخل ولا الحامض وملح، وكندير فيه واحد شويه ديال السكينجبير كيعجبني نغسلو حتى هو فيه. مقطعته هكا انا عندي كما قلت الفخيدات. غنزيد عليه واحد البصله محكوكه ولا قردوها على حسابكم. وعندي هنايا مطيشه وحده اللي حكيتها حتى هي. وغندير شويه ديال المطر تقريبا واحد المعلقه هكا.
غناخد الثومة، الثومة انا ما عنديش فريسكا، عندي غير هذه اليابسة، تقريبا واحد جوج رويصات ديال الثومة هكا ولا ثلاثة، لحقاش بيبي تا هو كيبغي الثومة بزاف. هنا عندي واحد شوية ديال الزعتر وريقه ديال عصير سيدنا موسى. ندير شويه الملح، وغناخذ العطريه ديالتنا العاديه، شويه الخرقوم، شويه الابزار، سكينجبير، وفلفله حمراء ولا البابريكا واحد المعلقه، وشويه ديال الزيت. انا غندير غير زيت العاديه، ولا تقدروا ديروا شويه زيت البلديه وشويه زيت العاديه على حسب. وغنزيد معاه واحد شويه ديال الزيتون، وعندي هنايا فلفله حمراء اللي شوتها غير فوق البوطه، دابا انا غنخلط هذا الشيء. انا لحقاش غنديرو في الفران ولا ديروه هكا في كوكوب، يعني على حسابكم. انا مع مطيبه الخبز قلت غندير كلشي في الفران في خطره واحده، ونرافقو بواحد شويه ديال البطاطا حتى هي غنديرها غير في الفران. الا كان عندكم الوقت شرملو هذا واحد المده ديك ساعه ديال المكانه، ولا كما تشرملته كيبقى مزيان. انا ما غنديروش دابا في الفران، لما كملت الخبز عاد غندير، وما نحتاج لا ما لا حتى شي حاجه، غير البصله ومطيشه، وهو يساوي غادي يطلق لنا شويه ديال الماء، هذاك راه كافي. ندير هنا وفليفله، صافي، وغنبقى نحط درتو بحال هكا، وضيفوا عليه شويه ديال البطاطا طيبوها معاه حتى هي كتجي زوينه. الا خفتوا على الطنجره ديالتكم غتحرق، زيدوا عليها واحد شويه ديال الماء. انا هذه مع ما كتحرقش ليا، كما قلت ما غنضيف عليها لا ما لا حتى شي حاجه، غير هكا راه غطيب ليا. وبالنسبه للبطاطا انا ديما كنقردها بحال هكا، لحقاش هذا الشكل هو اللي كيعجب وليداتي. تقردوها نتوما على شكل طولي ولا اللي عجبكم. كندير فيها واحد الوريقات ديال السالميه، نقطعهم غير هكا، وغندير شويه ديال الملح. هاد البطاطا انا ديما كنشاركها معاكم، البابريكا ولا التحميره، نجي نهز البزار، هزيت سكينجبير، المهم شويه ديال الابزار، وانا غنزيد عليه واحد شويه ديال الثومه غبره، وضيفوها ضيفوها ما تبغوش تستغناو عليها، ماشي ضروريه، ولا الثومه حبيبات، وشويه ديال الزعتر او زعيطره واحد شويه هكا، وغندير فيها شويه ديال الزيت البلديه. صافي وغنخلطها،
بالنسبه لهذه نسيت ما ضفتش عليها الفلفله، وانا عندي ضروري الفلفله حمراء. الشيوة ديالتي السهلة والبسيطة في متناول جميع وجدات، نتمنى بانكم تجربوها. الطريقة راه كتجي لذيذة بزاف. بالنسبة للطنجرة راه ما كتحرقش، باش تقول لي راه حرقات لك، غير ملي كنعري عليها انا باش ياخذ ليا اللحام ولا هذا واحد الويان، حتى هي ما كيبقى فيها الحال كتاخذ الويان معاها، وكما كتشوفوا راها كتجي مرقة خاطرة وزوينة بزاف. المهم راه كنا غنبقاو بلي عشا كتغطى الطنجرة غتدفد ليا. الخضرة اللي ضروري منها هي المعتمدة عندي، تقدروا تضيفوا عليها القرعة الخضراء، المهم كاع جميع الخضروات ديروهم بها الطريقة كتجي لذيذة، حتى الوليدات كياكلوهم. ورفقتها بشوية سلطة عادية كما قلت، عشيوة في متناول الجميع وكتجي لذيذة. وبسلامة عليكم.